اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف ونبدا باهم العناوين. في صحيفه المدى الهجمات الصاروخيه على الشركات الاجنبيه تهدد بخساره النفط. وفي كتابات ساحه الحبوب تودع شهيده الثوره. اما في الزمان العراقيه فجاء اتفاق شيعي على اختيار الكاظمي لرئاسه الوزراء. في صحيفة إنديبندنت مخيمات اللجوء السورية في لبنان تخشى وصول كورونا. وفي العرب اللندنية الأحزاب الشيعية العراقية تستخدم الكاظمي للإطاحة بالزرفي. أما في القدس العربي وزير الجيش الصهيوني يعترف بأن الموساد سرق معدات طبية لمكافحة كورونا. وفي العرب الجديد العراق هل يبدد التوافق على ترشيح الكاظمي حظوظ تمرير حكومة الزرفي؟ نبدأ بصحيفة العرب اللندنية حيث يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقالة في هذه الصحيفة العرب اللندنية: حين كنا نكتب ونؤكد أن العراق أصبح مستعمرة إيرانية كانت تهب علينا عواصف الضغينة والاتهامات بالطائفية والعمالة من خدم النظام بل من خدم النظام الإيراني منكرين أنه احتلال وداعين له بطول العمر وحسن الإقامة والسلامة ولا يخافون ولا يستحون حتى حل علينا أخيرا وريث القتيل قاسم سليماني المدعو إسماعيل قآني لا زائرا متعففا رحيما منصفا يتفقد جيرانه ويبادلهم الود بالود والثقة والاحترام بل جاء محتلا حاملا عصا وليه الفقيه يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه. فقد تحدثت تسريبات من داخل الغرف المغلقة عن مهمته التي تمثلت في اجتماعاته السرية مع هاد العامري ونور المالكي وفالح الفياض وقيس الخزعلي، والتي قصرها حصريا على ملف رئيس الوزراء العراقي الجديد وعلى حرب المواجهة التي يريد من ميليشيات خدمه العراقيين أن يشعلوا نيرانها هم فقط وأن يتحملوا هم وشعبهم أوزارها وهم صاغرون. فإسماعيل قآني جاء متدخلا فيما لا يعنيه من أمور العراق والعراقيين الوطنية الخاصة، ومبلغا من كبر مقامه أو صغر في العراق السليب بأن دولة ولي الفقيه ستمنع أي شخص معاد لإيران من الوصول إلى رئاسة الوزراء في العراق. وكان قد سبقه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي زار المستعمرة الإيرانية العراقية في مطلع مارس الماضي للغاية ذاتها وفشل. والثابت أن ميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أصبحت حكومية عراقية ويتقاضى مسلحوها رواتبهم من خزينة الدولة العراقية 6 مليار دولار سنويا عدا الأسلحة والتجهيزات ونفقات الإعاشة. ويضيف الكاتب إبراهيم الزبيدي في تصريح وإقرار واضح وبعظمة لسان واحد في منزلة محمد باقري بين القادة الإيرانيين، قال بأن العراق مستعمرة إيرانية خالصة، وعلى من ينكر هذه الحقيقة أن يشرب من البحر وأن يركب أعلى ما لديه من خيول، وعلى السيادة الوطنية العراقية السلام. في القدس العربي فلوجة المقاومة لماذا يخشون ذكراها؟ في الرابع من نيسان إبريل عام 2004 مرت ذكرى الهجوم الوحشي الذي شنه المحتل الأمريكي على مدينة الفلوجة الواقعة على نهر الفرات. أطلق على الهجوم اسم معركة الفلوجة الأولى. تتساءل الكاتبة هيفاء زنكنا في صحيفة القدس العربي فلوجة المقاومة لماذا يخشون ذكراها؟ لماذا لا يراد من العراقيين والعالم تذكر الفلوجة؟ حاليا تتعاون عدة جهات تبدو مختلفة أو متنازعة ظاهريا
وهي الاحتلال الأمريكي والمتعاونون معه وأساسة الولاء الإيراني وميليشياتهم على طمس ذكرى مقاومة الفلوجة وما لحق بها من تدمير بشري وتخريب عمراني بعيد المدى بالنسبة إلى المحتل الأمريكي. ليس من مصلحته الإشارة إلى ما حدث بالفلوجة، إذ لا تزال قواته موجودة في عدة قواعد عسكرية متناثرة في أرجاء الوطن من شماله إلى جنوبه بناء على طلب الحكومة العراقية لمحاربة الإرهاب. وكان ولا يزال من المستحيل على قوات الاحتلال الاعتراف بمقاومة المدينة ضدها لئلا تكون مثالا يحتذى عراقيا وعربيا، فقد يحطم المثال السردية التي بناها الغزاة على مدى عقود حول حاجة العراقيين إليهم كمحررين. هناك أيضا السقوط المهين لما يسمى ديمقراطية العراق الجديد حسب الوصفة الأمريكية. تضيف الكاتبة في القدس العربي: في المقابل، في ذاكرة العالم لدى المؤمنين بحق الشعوب في المقاومة في الحياة والحرية والكرامة، أصبحت الفلوجة رديف الغورنيكا كمكان ولوحة. المكان هو عاصمة الباسك في التي قاومت الدكتاتور الإسباني فرانكو، وحين فشل بإخضاعها طلب من ألمانيا النازية قصفها. إلى العربي الجديد، القوى السياسية الشيعية التي وافقت العودة إلى خيار ترشيح رئيس جهاز المخابرات الحالي هي كل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي. تقول صحيفة العربي الجديد في تقرير لها إن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رفض المشاركة في هذا الاتفاق مع الإصرار على دعم التصويت على الزرفي. كذلك فإن المالك اشترط حصول أغلبية شيعية على الكاظمي حتى يدعمه. بعد أيام من الاجتماعات والمفاوضات المستمرة، توصلت القوى السياسية العراقية الرافضة لتكليف عدنان الزرفي تشكيل الحكومة إلى اتفاق مبدئي على ترشيح رئيس جهاز المخابرات العراقي الحالي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة الجديدة. وكان الزرفي قد كلف منتصف الشهر الماضي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو ما اعتبرته القوى السياسية الشيعية تجاوزا لاستحقاقها الانتخابي في المنصب. وجاء اتفاق القوى السياسية الشيعية ليلة أمس خلال اجتماع حي الجادرية الراقي في بغداد دام لعدة ساعات، بعدما تمكن الزرفي من رفع أسهمه عبر كسب دعم نواب جدد من كتل مختلفة لمصلحته، إذ يؤكد نواب في تحالف النصر البرلماني أنه نجح في جمع أغلبية مريحة لتمرير حكومته في جلسة التصويت. وكان رئيس جهاز المخابرات العراقي الحالي مصطفى الكاظمي قد واجه اعتراضا شديدا من قبل قوى سياسية وفصائل مسلحة مقربة من إيران خلال المشاورات التي سبقت تكليف محمد توفيق علاوي وبعده عدنان الزرفي. تضيف صحيفة العرب الجديد أن القوى السياسية الشيعية المتفقة على ترشيح الكاظمي تواصلت مع القوى السنية والكردية، والجهتان أكدتا دعمهما لأي قرار تتفق عليه الأغلبية السياسية الشيعية لكون هذا المنصب وفق الأعراف من حصة المكون الشيعي. وسيقدم كتاب الترشيح رسميا فور إعلان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذاره أو رفضه في البرلمان العراقي. إلى موقع ديلي بيست الأمريكي، حيث أثار فيروس كورونا على منطقة الشرق الأوسط متوقعا حدوث ما أسماه وباء جيوسياسي. وقال الموقع في تقرير نشره أن أثار ما بعد كورونا الشرق الأوسط ستكون فوضى جديدة، مشيرا إلى أن النزاعات التي شهدتها المنطقة منذ وقت تجمدت لمواجهة الوباء. النزاعات لن تختفي، ففيروس كورونا ليس معادلا كبيرا ولا يؤدي إلى اختفاء التنافس والحروب، فهو مثل الهزة الأرضية يقوم بالكشف عن الضعف الأساسي لدى الدول التي لم تكن مستعدة أكثر لمواجهته. مضيفا
أنه بهذه المثابة يفاقم بالتالي اللامساواة الموجودة في المنطقة. وتابع: مثل صدمات ما بعد الأزمة القاتلة، فإن انهيار أسعار النفط سيؤدي إلى نضوب ميزانيات الدول التي تقيم اقتصادها على موارد النفط. وشدد التقرير على أن ذلك لا يعني عدم تأثرها بالأزمة الحالية، مبينا أن العراق والجزائر ولبنان ومصر ستتأثر بالتأكيد بشكل سيء بالضربة المزدوجة. وأوضح أنه في حالة العراق والجزائر اللتين ترتبط فيهما الميزانية بأسعار النفط، فمجال المناورة أمامهما ضيق، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية ستضرب مصر بسبب توقف السياحة، فيما كان لبنان يحاول التخلف عن دفع الديون المستحقة عليه وقبل أن يضرب الوباء ضربته. وأشار موقع ذا ديلي بيست إلى أن النازحين واللاجئين في المنطقة سيتعرضون لآثار قاسية من الفيروس، مما سيؤدي إلى تدفق المهاجرين إلى داخل وخارج المنطقة، ويعطي الدول التي ستستقبل أعدادا منهم سببا لإغلاق حدودها، معتقدا أنه نتيجة لهذا الوباء سيقع عبء التعامل مع اللاجئين ومساعدتهم على الدول الأقل قدرة لاستيعاب أعداد ضخمة من النازحين. إلى شبكة CNBC قالت هذه الشبكة في تقرير لها أن أوروبا تبحث عن مخرج استراتيجي لعمليات الإغلاق مع تراجع حالات الوفيات من فيروس كورونا المستجد. هناك آمال وإن كانت مترددة في أوروبا من تباطؤ في وباء كورونا مع هبوط عدد الإصابات والوفيات حسب ما أظهرت بياناته في نهاية الأسبوع، وهو ما دفع بالقادة الأوروبيين إلى البحث عن استراتيجية خروج من حالات الإغلاق الوطنية مع دعوات للرأي العام بالانضباط، خاصة أن عملية التعافي من الوباء لا تزال في مراحلها الأولى. وذكر التقرير أن هناك تلميحات لإيطاليا بأنها قد تبدأ بتخفيف الإجراءات وفي المستقبل القريب. وقال سيلفيو بروسافيرو مدير المعهد الوطني الصحي: بدأ المنحنى بالهبوط وبدأ معدل الوفيات بالتناقص، ولو تأكدت هذه الأرقام في الأيام المقبلة فقد نبدأ بالتفكير في المرحلة المقبلة، ولكنه أكد على ضرورة وجود تجانس في الانخفاض، وهي نتيجة يجب أن نتابعها يوما بعد يوم. ولكن مؤسسات مثل معهد ريتشارد كوخ كانت حذرة حول توقعات انتشار الوباء. وقال مسؤولون في المعهد في تصريحات لCNBC إن ألمانيا لا تزال في بداية مرحلة الوباء. وبحسب تقرير CNBC، لو استمر الإغلاق فسيدخل اقتصاد أوروبا حالة من الانكماش طويلة الأمد، ويقدر أن القارة تحتاج إلى عامين حتى تعود لمداخيل عام 2019، ولكن الأسواق الأوروبية ارتفعت قليلا عندما استجابت لأخبار تراجع أرقام الإصابات. إلى عربي 21، حول ضرورة إطلاق الأسرى الفلسطينيين كتب منير شفيق في موقع عربي 21، وذلك لأن بقائهم في السجون المكتظة في ظروف انتشار كورونا يشكل تهديدا على حياتهم، وهو جريمة إبادة متعمدة من جهة، وجريمة تواطؤ مع كورونا وتشجيعا لانتشاره واستفحاله من جهة ثانية. يواجه العالم عموما والعرب والمسلمون خصوصا وفلسطين على أخص الخصوص مشكلة السجون، ومن ثم استحالة درء كورونا عنها وفكه بنزلائها. فما أسهل الصعوبة الناجمة عن إغلاق المدارس والجامعات والكنائس والمساجد وأماكن العمل والساحات العامة والمقاهي والمطاعم والأسواق أمام إطلاق الفلسطينيين الأسرى والموقوفين في سجون الكيان الصهيوني. إن جميع الأسرى والموقوفين جاءت بهم إلى السجن المقاومة مشروعة وفقا للقانون الدولي ولقرارات صدرت عن هيئة الأمم المتحدة أقرت للفلسطينيين تحت الاحتلال بحق المقاومة بكل أشكالها بما فيها المسلحة، الأمر الذي يعني أن هؤلاء في وضع من الأسر أسمى من أسرى الحرب،
المطلوب في ظروف الحرب العالمية الشاملة ضد كورونا أن يصدر قرار من محكمة العدل العليا ومحاكم أخرى وتصدر نداءات وتمارس ضغوطا لإطلاق كل الأسرى والموقوفين بلا قيد أو شرط. يضيف منير شفيق: لا يجب أن يسمح لسلطات الكيان الصهيوني بأن تحتج بأسباب أمنية في رفض إطلاق الأسرى، لأنها سبق وأطلقت الآلاف وبأعداد أكبر في التبادل المتعدد للأسرى، كما أنها تطلق من انتهت محكوميته بحجة الدواعي الأمنية، ولهذا فإن حجة الدواعي الأمنية ساقطة أمام الخطر الأكبر الذي يمثله وباء كورونا على العالم. لم يحصل الطلاب في جامعة بيزنس بريكثرو في طوكيو التي تعرف اختصارا BBT على حفل تخرج تقليدي بسبب فيروس كورونا، لكنهم حصلوا على حفل تخرج لن ينسوه طوال عمرهم، فباستخدام الروبوتات نيومي مع جهاز لوحي لاستضافة مكالمة فيديو عبر برنامج زوم، استطاع الخريجون تجربة المشي عبر المسرح وتسلم شهاداتهم في طوكيو. وعلى الرغم من اجتياح فيروس كورونا العالم وإصابة أكثر من مليون شخص به وإغلاق المدارس والجامعات حول العالم، فإن الطلاب وجدوا طرقا إبداعية لعقد الاجتماعات والمناسبات الملغاة. جامعة BBT اليابانية اتبعت نهجا جديدا باستخدام الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد لجعل الحفل أقرب للحقيقة وهو ما كان. والآن نشاهد سويا مجموعة من رسومات الكاريكاتير. بهذا نصل وإياكم إلى ختام صدى الأقلام، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.